هذه اسمها الفئات، الكاتيجوريز. كل فئة مختصة بمجموعة من الإعازات أو البرمجية أو البلوكس اللي هي راح تظهر لنا بالشريط اللي محاذي إلها أو يمينها، اللي هي نسميها بلوكس. فمثلا أنا هنا أنا مؤشر على مجموعة أو الكاتيجوريز اللي اسمها موشن، من اسمها للدلالة على أنواع أو أصناف الحركة. فلما أدخل عليها راح تظهر لي كل البلوكس الخاصة بالحركة باللون الأزرق، فسواء أنا ردت أتحرك يمين أو شمال أو للأعلى للأسفل، أعمل دوران، أذهب إلى نقطة معينة على إحداثي، أغير الاتجاه، شكو أو أي إعاز برمجي إلى علاقة بالحركة، وين راح ألقاه؟ راح ألقاه ضمن المجموعة اللي اسمها موشن. لو انتقلنا للمجموعة الثانية من اسمها لوكس، اللوكس معناتها المظهر، أي بمعنى كل تأثير خارجي على هنا نسميه السبرت أو الكائن مالتنا اللي هو القطب أو غيره. هنا من خلال اللوكس راح يبين عليه. فمثلا لو أنا ردت أغير لون أو ردت أغير حجم أو ردت أغير شكل حركة، فمن خلال اللوكس. وتباعا تبدي هذا كل اسم يدل. المجموعة الثالثة الساوند، أي بمعنى كل بلوكس إلى علاقة بالصوت. أني أريد هذا القط مالتي ينتج صوت معين، أو مثلا خلال البرمجة يغير صوته من صوت إلى صوت آخر، أنه أنطي درجة صوت أعلى، درجة صوت أنصى. فهنا من خلال الساوند. المجموعة اللي بعدها اللي اسمها events، الايفنت ترجمتها بالعربي او حدث. هنا هذه النقطه جدا مهمه عندنا، او هذه المجموعه مهمه عندنا. ليش؟ اذا انتبهتوا لي هنا شكلها، شكل البلوك يختلف عن البلوك اللي موجود باللوك وموجود بالموشن وموجود بالساوند. بمعنى انه انا هذا البلوك انا ممكن اركبها او اغير بتركيبها، يا اما اسفل او اعلى، واحده من الثانيه. لكن من اجل الايفنتس، اي ايفنتس، انا ما اقدر اخلي اي بلوك يؤدي وظيفه او مهمه معينه فوقه. اي بمعنى انه كل مشروع، كل حركه، كل برنامج عندي بدايته لازم تكون بايفنت. ليش؟ لأنه هي خلاص هي علامة بداية، هي علامة بداية. أنا أقدر أخلي تحت، إذا تشوفون الأكواد أو البلوكس، إنه أنا أقدر أخليه تحت، لكن ما أقدر أخليه فوق ويؤدي لي غرض معين أو غرض برمجي. هذه الإيفنت خلينا نتفق عليها إحنا هنا، كل ما نشرح هي نعتبرها البدايات، أو بمعنى أدق طريقة البداية للمشروع مالتي. يعني أنا ردت هذا القط أحركه من خلال أنه أضغط على فلاج، بس مثلا عبد الرحمن قال لا، أنا ما أريده يتحرك من خلال فلاج، أنا أريد القط يتحرك من أضغط على مثلا سبيس اللي هي المسطرة اللي موجودة بالكيبورد. أجانا طالب ثالث قال لا، أنا ما أريده يتحرك من لا من أضغط على فلاج ولا من أضغط على السبيس، انا اريده من اضغط عليه هو يتحرك. تشوف انا هنا اضغط على القط يتحرك 10 خطوات باتجاه اليمين. تمام. اذا الايفنت تعتبر هي بدايه لكل مشروع برمجي عندنا، او نقطه البدايه لكل مشروع برمجي عندنا. هنا اكو سؤال. تمام. طبعا التفاصيل البلوكس اللي اذا تظهر عندنا بجانب الكاتيجوريز، مثلا من ضغط على الموشن، على اللوك، على الساوند، كلها راح نشرحها بالتفصيل من خلال المشاريع اللي راح نقوم بها مستقبلا. بس هذه نظره عامه او نظره اوليه فيما يخص ادوات سكراتش او مجاميع، او خلينا نقول تفاصيل سكراتش.
الكاتيجوري الثاني او البرتقالي اللي عندنا لونه برتقالي او الفئه البرتقاليه هي من اسمها كنترول، اي بمعنى هي اللي تسيطرن على بعض المقاطع البرمجيه. توقع حابه تسالين سؤال؟ لا تمام، كله تمام. تمام. الكنترول حتى يكون واضح عندنا من اسمه للسيطرة، أي بمعنى أنه أني مرات برنامج أحتاج يا أما أكرر يا أما أسيطر على أو يا أما أتحقق من نتيجة عمل معين أو حركة معينة، فهنا أني أحتاج أنه تكون عندي يا أما شروط الاف والاف الز او حلقات تكراريه، بمعنى انه اني عندي فعل برمجي احتاج اكرره لاكثر من مره، فلازم استخدم وحده من الكنترولز او البلوك الخاصه بالكنترول اللي هي ريبيت فور ايفر ريبيت انتل. هذول يؤدون نفس الغرض، يؤدون ركز لي، يؤدون نفس الغرض لكن بصيغ وبطرق مختلفة، بمعنى انه انا هنا الريبيت انه هاي اقول لك تكرار، اي بمعنى كرر لي ما بداخل هذا الحلقة لعدد من المرات، لكن بالفور ايفر انا اقول لك كرر لي يا الى ما لا نهاية، وبالريبيت انتل اني اقول لك كرر لي هذا الكود البرمجي اللي بالداخل حسب شرط معين. ليش هذا الاختلاف؟ لانه كل واحد من عندنا الى خلينا نقول الابداع مالته، كل واحد من عندنا الى مشاريعه، فحتى لا تكون بنسخ متشابهه صار عندنا هذا الاختلاف او يؤدي غرض مثل ما نقول أنا أقصده بس غيري ما يحله بنفس الطريقة أو ما يقصد نفس ما أنا قصدت. لهنا أكو سؤال؟ طيب نجي للفئة اللي بعدها اسمها سينسينج. السينسينج إذا ننتبه لها فيها شكل البلوكس فيها مختلف. طبعا بالمناسبة شكل هذا البلوك برمجيا او بالمفهوم البرمجي هذا الاختلاف الى دلاله معينه، يعني هذا الشكل المعين او المعين النهايات اللي هي خلينا نقول حاده، هذا الشكل المعين هذا بمعنى شرط، انا احتاج احقق شرط معين، اي بمعنى لو اجيت على كنترول ومثلا استخدمت اف تحتاج الى شرط، أنا أخلي هذا الشرط، إيش أقول هنا؟ شلون أقراها برمجياً؟ أقراها برمجياً إنه إف أنت عملت توتشنج، أي بمعنى أنا لمست القطة بالمؤشر مال الماوس، أعمل لي كذا، أسأله سؤال، تمام؟ هذا الشكل بمعنى إنه أنا دا أنطي معلومة، هذا الشكل البيضوي بمعنى إنه أنا دا أنطي معلومة. بعدين مستقبلا راح نشرحها بالتفصيل، بس حتى لا تشوشون من اختلاف الشكل، او شخص يفكر انه هذا الاختلاف بس يعني بس للشكل للجذب، لا، هذا الشكل له معنى برمجي. السنسنج فيها مجموعه من الشروط او مجموعه من المعلومات اني اقدر استخلصها من خلال حركة الكائن عندي أو من خلال مشروعي بعد ما أدمجها أو أوظفها مع الكنترول أو الموشن، راح أحصل على معلومة تخدمني أو تفيدني خلال مشروعي بكود برمجي آخر. من راح يكون عندنا خلينا نقول مستوى أعلى من البيسك راح نشوف هذه جدا مفيدة وجدا كثير راح نستخدمها. الاوبريتورز هذا الخضره، هذا الاوبريتورز هي هنا العمليات او المعاملات
هنا راح نلقى بهذه المجموعة كل العمليات الرياضية. أتمنى ما تكرهون الرياضيات، لكن راح نحتاج الرياضيات أو المفاهيم الرياضية، أي بمعنى الجبر اللي هو يا أما جمع، طرح، ضرب، قسمة، موديول، يعني المتبقي من القسمة، أكبر، أصغر، بالإضافة إلى عندنا شروط منطقية بالبرمجة جدا نستخدمها، شارحاني بالقناة لكن راح نشرحها. المنطقية أي بمعنى النتيجة الأوتبوت مالتها أو الناتج مالتها يكون يا أما صح أو خطأ، ترو أو فولس. هذه الشروط تساعدنا لدمج أكثر من شرط لحل مسائل معقدة بالمستوى الثاني، يعني مو معقدة كلش لكن ولا سهلة كلش، تكون متوسطة. فنحتاج إنه يكون عندنا نسميه الشروط المركبة، يعني مكان ما أني أسأل إف هذا اللون، إذا هذا اللون أحمر أو أزرق أعمل كذا، أنا لا، راح يكون عندي شرط مركب إف هذا اللون أزرق أو أحمر أند مثلا هذا المتغير يساوي رقم 5، أنت افعل كذا، إذا لا لا تفعل. مستقبلا راح نوضحها كلها بالتفاصيل، بس أنا دائما أعطي معلومة بصورة عامة عنها حتى تكون عندكم فكرة. الشيء الآخر المهم اسمها الكاتيجوري او الفئه اللي اسمها variables. هنا ال variables معناها المتغيرات. المتغيرات هي نمثلها بشكل وعاء اني او اناء، اني اخلي بي شيء معين، هذا الشيء معين أقدر أستخدمه خلال برنامجي من غير ما أكرر. أبسطها أكثر، أنا لو عندي قدح، إحنا نقول بالعراق جلاس، هذا الجلاس خلي نقول هو المتغير، وخل أسميه اسم معين، خلي نقول أكس، القدح أكس، تمام. هذا القدح أنا مرة أستخدمه أشرب بيه مي، ومرة لا أستخدمه أشرب بيه شاي أو قهوة. فنشوف انه هو نفس القدح، نفس الحجم، نفس المواصفات، نفس، لكن محتوى تغير. فاني مثلا ممكن استخدمه للشاي، ممكن علياء تستخدمه بس للمي، ممكن عبد الرحمن يستخدمه يشرب بيه عصير او مشروبات غازيه. هذا المتغير ايضا هاي معلومه عامه عنه، انه احنا شلون ننشئ متغير، شلون نستخدمه، كيف نعمل السيت، كيف نغير قيمته. احنا انا هاي مستقبلا راح نحاول نحل عليها ان شاء الله. الكاتيجوري الاخير هذا خلي نقول بالمستوى المتقدم من سكراتش، بمعنى انه اني بالبرمجه، باللغات البرمجه المتطوره مثل بايثون او جافا او سي بلس بلس او سي شارب او غيرها، اني لما يكون مشروع كبير، لما يكون مشروعي متطور، أحتاج راح أضيف مجموعة من الأكواد أو خلينا نقول مقطوعة برمجية، يعني كود معين أستخدمه بأكثر من مكان. هذا البلوك أو هاي المجموعة من التعليمات البرمجية راح يكون لها اسم معين وضمن إطار معين. هذا الإطار أنا أسميه أو ما معروف عنه باللغات البرمجة، معروف عنه اسم الفاكشن أو الدالة، الدوال. أنا مثلا أعمل دالة تجمع رقمين بمكان ما، أنا كل مرة أعيد أنه الخطوات، أنه أعرف متغير أول، أعرف متغير ثاني، أسوي عملية الجمع، أطبع عملية الناتج. هذه الخطوات في كل مشروع أنا أحتاج بعملية الجمع راح تتكرر نفسها. فأنا إيش أسوي؟ أسوي دالة اسمها عملية الجمع، أنطيها اسم وخلاص، أكتبها مرة واحدة، أكتب هذه التفاصيل اللي ذكرتها لمرة واحدة، ومجرد أعمل لها استدعاء نسميه إحنا،
اعمل لها استدعاء. هذا الاستدعاء مجرد استدعي، اقول عمليه الجمع للرقم مثلا 3 والرقم 4، خلاص انا احصل على الناتج. ما يحتاج انه اني في كل عمليه جمع اكرر انه متغير اول متغير ثاني وعمليه الجمع، ما يحتاج. هذا البلوكس او ماي بلوكس، هاي نخلق فاكشنات مستقبلا بعد ما شويه نتطور بالسكراتش ونقوم نسوي مشاريعنا الخاصه، افكارنا الخاصه راح نحتاجها على مود تنظم لنا او ترتب لنا حتى نخلص من هالجهه. هذا اللي اسمه الاكستنشن، الاضافات. من اسئله عليا عن اللغات البرمجه، ذكرت لها انه اكو مكاتب تنضاف للغه البرمجه. هذه المكاتب تسهل عملنا ضمن اطار معين او ضمن مجال معين. هاي الاكستنشن الاضافات بالسكراتش نفس عمل المكتبات. مثلا لو انا ردت اتعامل بالسكراتش مع الالوان، هنا انا راح اجي على الاكستنشن اللي اسمه بن اللي هو القلم، وراح اشوف كل الادوات الخاصه بالالوان او تحتاج الى كتابه او قلم، او اذا انه اغير حجم الخط اكبر حجم الخط، كل شيء يخص الالوان والاقلام القاها بالبن. لكن لو انا مثلا اسف لو انا مثلا اجيت ردت اتعامل مع مشروع يخص الموسيقى، مثلا عندي مشروع يخص فرقه موسيقيه، فأنا هنا راح أجي على الأكستنشن اللي اسمه ميوزك، تمام، راح ألقى بعض التعليمات البرمجية أو البلوك البرمجي اللي خاص بالميوزك. يعني مجرد أنه أضيف اللي أحتاجه من بقية المجاميع أو الكاتيجوريز، وخلاص أستخدم الميوزك. في كثير مكاتب او اكستنشنز اضافات راح نستخدم من عندها حسب حاجتنا وحسب مشاريعنا بالمستقبل. لهنا احد عنده سؤال؟ تمام، نكمل. هذا الفضاء اللي هو اللي بالوسط صاير، اللي اذا تشوفون اشاره الماوس انه اني هنا ظاهر لي شكل القط، هنا أنا ظاهر بالزاوية اليمين الأعلى، هذا نسميه بالمصادر الأجنبية يسمونه الوول، أي بمعنى أنه المكان أو الحائط اللي نخلي عليه الأكواد مالتنا. تمام، أنا ممكن أجيب أي كود وأخليه هنا، أو إحنا إيش راح نسميه؟ راح نسميه المساحة اللي نخلي عليها أو نضع بوكس حتى تنفذ عندي الشيء اللي انا اريده او البرمجه اللي انا اريدها. بالزاويه اليمين الاعلى اللي هي يظهر بها القط، هنا هاي نسميها شاشه التنفيذ او الرن او خلينا نقول الاوتبوت مالتنا، يظهر عليها كل ال خلينا نقول تأثيرات أو كل ما نقوم بعمل كود معين تظهر النتائج بهذه الشاشة. إذا هي شاشة التنفيذ اللي هي لو كبرناها راح تكون بهالطريقة. شاشة التنفيذ تحمل زرين الفلاج، أي بمعنى الرن أو الجو أو التنفيذ مالتي، وعلامة الستوب أي إيقاف التنفيذ. ما بيشي. هذه المسطرة اللي فيها بعض الرموز، هذه النافيجيشن بار والنافيجيتور بار، هاي مجرد بها بعض الإعازات البرمجية أو البلوكس اللي موجودة هنا ما يشابهها طبعا. هنا بس لكثرة استخدامها أو لحاجة استخدامها بكثرة هو قرب لي إياها هنا. كل اللي بها اسم السبرت هي الكائن، نقدر احنا ننطي اسم معين خلال البرنامج او خلال المشروع يقوم به.
موقعه على الاحداث السيني، موقعه على الاحداث الصادي. انتبهوا لي على هذا الرقم وهذا الرقم، لو انا غيرت القط بدا تشوفون بدا يتغير، اي بمعنى انه موقعه على الاكس الاحداث السيني او احداث الاكس الافقي هو 88 في هذه النقطه، وعلى الواي المحور العمودي هو سالب او ماينس 66 لو غيرت هنا. ايضا بها السايز، السايز اللي هو حجمه الفعلي او الحالي، لو انا غيرته الى 50% وضغطت انتر بتشوف شلون تغير، او اذا عملته 200% ايضا راح يتغير الى اكبر. طبعا هذه نفسها الاعازات موجوده عندنا بالكاتيجوريز وبالبلوكس الشو والهايد، انه انا اقدر اخفيه اقدر اظهره، والدايركشن الاتجاه مالته. هذه المساحه اللي بيها القطه ظاهره عليها علامه او لون ازرق تظليل ازرق، منها اقدر احذفها او اشوف كل السبريتس اللي عندي، العفو، او الكائنات اللي عندي، فاي كائن انا راح اضيفه راح يظهر لي هنا بهاي البقعة أو هذا المنطقة. هذا البار الطويل أو هذا الشريط الطويل هذا خاص بالباك جراوند مالتنا، أو ما يسموها بسكراتش الباك دروب. أقدر أستخدم هاي عن الباك دروب. سوري. أستخدم الباك دروب هنا، هذا خاص بها وببعض ال خلينا نقول الإعازات الخاصة به اللي راح نعرفها مستقبلا. الإشارة الزرقاء التظليل الأزرق اللي يصير بعد انتقال الماوس، هاي بمعنى أنه أنا حاليا واقف على هذا خلينا نقول الكائن أو هذا السبريت حتى أقوم ببرمجته. أي بمعنى أنا لو وقفت هنا علامة الوقوف هنا أو التظليل للستيج، هذا الستيج للباك دروب، أي بمعنى أنه أنا أقدر أبرمجها، أقدر أضيف لها كود برمجي للخلفية مالتي. وإذا انتبهتوا هنا هذا التظليل، أي إشارة أي يعني أي جزء أو أي سبريت أني أو كائن أظلله، شوفوا هنا يتغير، أي بمعنى أنه أني صرت بداخل هذا الـ 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 الكائن، والبرمجة اللي راح أضيفها راح أضيفها لهذا الكائن. يعني أنا حاليا واقف على القط أو مؤشر على القط، الكود البرمجي اللي راح أضيفه بالقط ما راح ألقاه موجود مثلا هنا بالباتا والخفاش، ولا راح ألقاه موجود بالموز. ليش؟ لأن أنا ما ضفته إله. كل واحد حتى برمجه يقوم بعمل معين أنا أحتاج أؤشر عليه بالبداية، وبعدين أضيف له الكود البرمجي الخاص بي. لهنا أنا خلينا نقول قدرنا نغطي اغلب التول او المفردات الخاصه بالسكراتش. احد عنده سؤال او مثلا حاب يستفسر عن شغله؟ تمام. إذا ماكو سؤال خل نبلش. صوت واضح للجميع؟ إذا في نقطة ما فاهمينها أو مثلا بسبب اللهجة ما فاهمينها، أنا ممكن أعيد أو أوضح نقطة. لا كلام حضرتك مفهوم، يعني اللهجة مش صعبة خالص. باش مهندس، هي مريم وعبودي كانوا فاهمين شوية حاجات كده في اللي هي الكود الموشن واللوكس والساوند والإيفنتس والكنترول الحاجات دي، بس بقى ابتداء من الفاريبل والماي بلوكس والحاجات اللي زي كده. كويس ان حضرتك حطيت السيشن ده بحيث ان هم برضو يشوفوا تسجيل حضرتك ويطبقوا بقى كل أيقونة من دول والحاجات اللي فيها، فهتفرق معاهم إن شاء الله كتير. إن شاء الله. لا إحنا بالنسبة لنا أنا راح مثل ما
عندي بالقناة مسوي تسلسل خلينا نقول حبة حبة. أيضا هاي السيشن إذا استمرينا راح تكون هم يعني ليفل خطوة ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة إلى أن نوصل نغطي الفاريابلز والماي بلوك والاكستنشنز. فلو لو يعني خلينا نقول سبقوني بخطوة، شخص أو طالب حاب يسبقني بخطوة ويسأل، أنا ممكن إحنا نتناقش ونسأل ونجاوب على أسئلته أو الأشياء اللي ما فاهم. جدا طبيعي الموضوع. طيب ممكن تعيد الاكستنشن تاني، النقطة بتاع الاكستنشن تاني؟ تمام. الاكستنشن اللي هي ترجمتها للعربي الإضافات، هذه الإضافات هاي الكاتيجوريز اللي ظهرت لنا هنا لحد هاي الستاندر او خلينا نقول الفئات القياسيه اللي موجوده بسكراتش او بلغه برمجه نقدر احنا نطبق بها البرامج ذات المستوى الاول. لو اني لا اني احتاجيه مشروعي برنامجي البروجكت مالتي احتاج انه يتكلم عن جزء معين. مثلا خل ناخذ ابسط شيء، انه انا ردت اعمل مشروع عن الالوان، او لا او مثلا ردت اعمل خلينا نقول مشروع انه انا اقدر اغير لون الكتابه، انه انا اكتب بالماوس، اقدر اكتب بالماوس او ارسم واقدر اغير الالوان. فهنا أنا افضل اكستنشن او افضل اضافه مكتبه تقدر تضيف لي هاي الامكانيه اللي هي البن. فمثلا اضيف البن هنا للاضافه الى الستاندر او القياس اللي موجود المجاميع القياسيه واستخدمه ضمن مشروعي. ليش؟ لان انا احتاجيت اشياء تخص خلينا نقول الرسم او الخطوط. لو شخص ثاني لا، في عنده مشروع عن بوحده من الدورات اللي قدمتها كانت عندنا بنية طالبة عراقية كان عندها مشروع عن الترجمة، فاستخدمت هذا الاكستنشن اللي خاصة اللي اسمه ترانسليت. طبعا هاي تحتاج انترنت يلا تشتغل، خاف تستخدمونها الترانسليت لازم تكون عندك انترنت فعال. الترانسليت انه اني انطي هذه الكلمة واترجمها مجموعة من اللغات. ده تشوفوا هنا الناتج مالتها. فكان المشروع عندها انه تعطي كلمة مشروعها، كان تنطي كلمة باللغة الإنجليزية ويترجم للغات العالمية الستة اللي هي العربية والألمانية والصينية يمكن او الروسية. كان المشروع جدا حلو وضافت له الإضافات اللي هي ترتيبها أو يعني حسب فكرتها هي اللي كانت. فمثلا أني لو جيت هنا أنا وقلت له الترانسليت هلو راح يقول مرحبا. لو قلت له مثلا دور ككلمة دور المفروض هو يقول لي أوكي جمع خطأ بسبب الشسمة. لو كتب الترانسليت العربي واضحة هنا ده تطلع عندكم الترجمة عند القط. مثلا لو هو ده يترجم لي العربي مباشرة بس تحتاج العنات. فمثلا هذا هاي الاكستنشن وحسب توظيفها واستخداماتها. في عندك سؤال؟ كل واحدة منهم خاصة. مثلاً هذه المجموعات الثلاثة خاصة بالليجو. الليجو هذه المكعبات الصغيرة الألعاب اللي موجودة. في عندهم قسم يشبه الروبوتكس، إنه من خلال الليجو تقدر تصمم مثلاً إنسان آلي أو سيارة أو معدات هندسية، ومن خلال هذه الإضافات نبرمج نضيف لها برمجة وخلاص هي نفسها هذه الليجو الألعاب تتحرك حسب البرمجة اللي احنا
اللي ضفناها هي. ممكن المايكرو بيت، هذا في عندنا جهاز تكلمت عن بالسيشن السابق عنه، ايضا نقدر نبرمجه ونقدر نضيفه ويكون عندنا هذا القريب يعني اقرب من البرمجه للروبوتك الروبوتكس، انه تكون عندي سياره تتبع الفلو لاين مثلا، تتبع خط معين، او مثلا عندي روبوت يعرف الالوان الاشياء مثلا، هذا اللون ممكن يقول لك هذا احمر ابيض ازرق من خلال هذه الاضافات. واضحه ان شاء الله؟ جزاكم الله خير، رائع جدا، شكرا الله وعافيك والف سلامه عليك. تمام. حتى لا يصير ملل، حتى لا اطيل عليكم اكثر، راح اشرح مفهوم واحد وبعدها ناخذ اسئلتكم نتناقش بها وننهي الجلسه. اللي حاب اشرحه اليوم على مود يقدر عبد الرحمن يكمل مشروعه اللي تكلمنا به بدايه الحلقه قبل لا تجون، وانتم تستفادون من عنده. الجلسه السابقه اللي كانوا حاضرين تحدثنا عن مجموعه او مبدئين من مبادئ البرمجه، اللي انه اني بالبرمجه اذكركم بي اني عندي مدخلات انبوت وعندي بروسس معالجه الحاسوب يقوم بها وعندي النتيجه الاوتبوت مالتي. هذا مبدا ثابت بكل شيء تكنولوجي اريد استخدمه، تبحث عن شنو المدخلات، شنو المعالجه اللي يقوم بها هذا الجهاز، شنو الاوتبوت اللي انا احصل عليه اذا او النتيجه اللي انا احصل عليها. مبدا ثابت وكل شيء يتعامل، حتى مشاريعكم انت تريد تسوي لعبه، هذه اللعبه شنو المدخلات إلها؟ انه يتحرك بالاتجاهات، زين شنو هو الكائن مالته شنو اللي يقوم به مثلا، خلينا نقول يتجاوز العقبات، شنو الاوتبوت مالتي انه اني اذا تجاوزت كل العقبات انا راح اكون وينر فائز ومثلا احصل جائزه وانتقل للمرحله اللي بعد. نفس المبدا. الشيء المهم الثاني اللي تحدثت عنه اللي هي سلسله الخطوات، ترتيب الخطوات. الكود ما في عندنا كود برمجي في كل اللغات انه اني اجي اخلي نقطه بدايه وبعدين اجي اصفط بلوك واقول صار عندي كود برمجي، لا. التسلسل يعني حل مختلف عن حل اخر. يعني شنو؟ يعني لو انا اجيت وخليته بهذا الترتيب، بهذا الترتيب النتيجة هنا بالتنفيذ راح تختلف عن إذا أنا خليتهم بهذا الترتيب، لأنه اختلف التسلسل عندي. تمام. هذا التسلسل أو هذه الخطوات المتسلسلة بالبرمجة، كل لغات البرمجة أو مبدأ أساسي أو مفهوم أساسي بالبرمجة اسمه الألغوريثم، ترجمها نقول الخوارزمية. هذا الألغوريثم يعني من أجي أصمم مشروع أو من أجي أفكر فكرة معينة وأريد أطبقها حتى تكون سهلة التطبيق علي. ليش؟ لأن أنا تعلمت الأدوات، تعلمت السكراتش شلون يشتغل وكل مجموعة شنو تسويها، أجي أخلي خطوات الحل إنه أنا هذا مشروعي أولا مثلا يتحرك إلى اليمين، ثانية بعد ما يتحرك إلى اليمين الأغلب مقدار خمس خطوات. هذا التسلسل اللي نكتبه بهالطريقة هذه هذا نسميه الخوارزمية أو الألغوريثم. اللي هنا كل شيء تمام، ما حد عنده سؤال؟ طيب. في شيء مهم اللي هو الاحداث. كل شيء اني اتعامل وياه بالبرمجه او احتاج من عند الموقع، اني احتاج من عند الاحداثي، اي بمعنى انه اني لازم اعرف البوزيشن
أو الموقع مال هذا الشيء. حتى يكون الموضوع سهل علي ومفهوم، حتى لو ما استخدمت الـ highly grid أو high x y، لكن بديهيا أنا فاهم هذا الموقع. بالحاسبات أغلب الأشياء أغلب اللي عندنا هي عبارة عن two dimension. two dimension أي بمعنى إنه الـ x والـ y، أي بمعنى يعني لاين البرمجة اللي عندي هذا موقع يحتاج إلى نقطة أو إحداثي يتكون من نقطتين، قيمة الإحداث الأفقي أو مستوى هذا أو مكان هذا الكائن أفقيا، وقيمة الواي اللي هو مكانه أو الإحداثي مالته أو النقطة مالته البوزيشن مالته عموديا. نتيجة التقاءهم يكون لي إحداثي من X و Y. لو هنا نشوف هنا نقطة الأصل بالإحداثي الـ X والـ Y هي الصفر صفر، أي بمعنى قيمة الـ X صفر قيمة الـ Y صفر. كل حركة باتجاه اليمين أفقيا هي X موجب، احفظوها بهالطريقة هذه. كل حركة باتجاه اليمين، يعني أنا هنا أنا نقطة الأصل عندي، كل حركة باتجاه اليمين أفقيا هي X موجب، كل حركة عكسها، هذه نقطة الأصل، كل حركة عكسها باتجاه الشمال هي X سالب. إذا انتبهتوا أنا ما تحركت للأعلى والأسفل، كل حركة من نقطة الأصل باتجاه الأعلى هي Y موجب، أي الإحداثي العمودي إلها إحداث الواي يكون قيمته موجبة. كل حركة أسفل نقطة الأصل هي راح يكون عندي الإحداثي العمودي إلها أو الواي إلها بالسالب. ليش نحكي هذا؟ لأنه حتى أحرك الكائن مالتي أنا أحتاج أضبط القيم بالسالب والموجب. برمجياً يعني ما راح أشوفه أنه هو على هاي الإحداثيات، لا، مجرد أنه أتخيله أضيف أنه أنا change الـ X بمقدار 10، العشرة موجب، إذن الأكس الكائن راح يتحرك لليمين. يعني مشروعي أحتاجه يتحرك إلى اليسار، خلاص إذن هي أحط إشارة سالبة راح يتحرك الكائن مالتي باتجاه الأكس الشمال. طيب لو يجي واحد يسأل يقول طيب يا أستاذ لو تحرك هو لليمين وللأعلى، هنا أنا شنو عندي؟ تمام، هو تحرك لليمين باتجاه اليمين، خلاص إذن X قيمته موجبة. زين، تحرك لليمين وللأعلى، إذن الواي موجبة. إذن أنا أحتاج حتى أتحرك على الX والواي بقيمة موجبة، العفو لليمين وللأعلى، إذن لازم يكون عندي الX والواي قيمهم موجبة. طيب لو أنا ردت لليمين وللأسفل بهالطريقة هاي، خلاص لليمين إذن الأكس عندي موجب، لكن للأسفل بمعنى أن الواي سالب، خلاص راح يتحرك عندي للأسفل. طيب ردت أنه يكون هو للأسفل وللشمال، راح تكون عندي أغير القيم بالأكس والواي بالقيم السالبة، هو راح يتحرك عندي بالاتجاه الثالث. أي بمعنى أنه أنا عندي القيم نفسها، لكن اللي يفرق عندي السالب والموجب. السالب إلى دلالة أنه هذا الشيء يتحرك شمال نقطة الأصل، والموجب هذا يتحرك باتجاه يمين نقطة الأصل، نقطة الأصل اللي هي صفر صفر. طيب
اكو دلاله اخرى مثلا للسالب والموجب؟ اي نعم، انا ممكن اصغر الحجم واكبره بالسالب وبالموجب. من اقول له change size by 10 بمقدار انه كبر لي حجم الموجود الحالي بمقدار 10. اي بمعنى ايش قد حجمه الان؟ زايده بمقدار 10. اذا تنتبه هنا 120 اذا زايده بمقدار 10 صار 130. لما احط قيمه سالبه معنى انه انا دا اقول له صغر لي حجمه الحالي بمقدار 10، انا راح تنقص عندنا بمقدار 10. النقطة اللي أريد أوضحها، الإحداثيات مهمة. كيف أعرف إنه هو هذا بهذا الجزء أحتاج أستخدم إنه هو أستخدم لسالب أو موجب؟ من خلال قيمة الـ X و Y وموقعه، وعرفنا إنه دلالة السالب والموجب شنو بالبرمجة. لهنا أحد عنده سؤال؟ طيب حتى لا أضغط عليكم أكثر لا يعني تشتت المعلومات، خلينا نكتفي لهذا اليوم بهذا القدر. وإذا عندكم أسئلة أو أشياء نتناقش فيها أو نعيد شرحها أنا حاضر. جزاكم الله خير يا باشمهندس. رجاء يعني لو السيشن ده تسجل حضرتك تبعته على الـ على الـ تمام تمام انا سجل.